السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، اليوم الجهاز فيه مطول، غنحولوا للموني ديالو جديد من بعد ما حملنا التحديث، أو ديروا التحديث أونلاين. كاين جوج طرق، يا ديروا بكليوس بي يا بتحديث أونلاين. حنا غنديروا بكليوس بي، كتمشي ليوس بي كونترول، كتدخل ليوس بي موني، كنمشيو لهداك التحديث اللي حنا درنا ليه التحميل لهذا الجهاز ديال فيه مطول، اللي تغير ليه الموني جديد في آخر تحديث. المهم كنبقى ندخل ليوس بي موني، كنمشيو نقلبوا على داك التحديث ديال الفيم طوان اللي غيتبدل ليه الموني. كالعاده كنوقفوا على التحديث، كندير اوكي، كنديروا يس، كيدوز التحديث الخوت كيف ما كتشوفوا، راه هو هذا. يعني هاد الفيم طوان غيتبدل ليه الموني ديالي، غيولي واحد الشكل زوين ما بيش، هو هذا الموني. يعني الجهاز كيطفى وكيشعل كيف ما كتشوفوا، الموني جديد راه هو هذا الخوت، واحد الديزاين ولا فيه زوين ما بيش. يمكن لك تشارجي فيه الفي اي بي، يمكن لك تشارجي فيه الفان كام اي، يمكن لك تشارجي فيه الديما لايف والميتي في اللي تزادوا فيه. المهم الخوت غادي نحاولوا ما امكن، غادي نمشيو لهاد الاكسبونسيون وندخلوا عاوتاني الملف يوسبي كونترول باش نديروا ملف القنوات. هو هذا، غنضغطوا اوكي، نقلب على الملف، غنضغطوا اوكي، غنديروا يس. يعني في رمشة عين غادي يدوز ملف القنوات. من بعد ذلك من غادي ندوزو ملف القنوات الخوت، غادي نمشيو للاعدادات ديال لانصالاسيون باش نقادو الاقمار. اللي عنده جوج اقمار ولا ثلاثة يمشي لانصالاسيون بحال هكا، يدخل لها هي هادي، راه كل حاجة عندها اللوغو ديالها، هادي اللي فيها التبصير. كتدخل لهاديك انتينا، كدير اوكي، كتختار القمر مثلا نيلسات او الاسترا، وكتختار في ديك ديزك 1.0 المدخل، المدخل ديزك، المدخل ديال ال ام بي 1 ولا ال ام بي 2. دير مثلا انت الاسترا في المدخل 2، راه كتمشي لديزك 1.0، كدير ال ام بي 2. يعني الا كانوا عندك جوج اقمار ولا ثلاثه باش تطلع لك الاشاره، باش كتعرف راه كتطلع لك الاشاره الخوت لتحت، راه كتبان الاشاره. المهم الخوت الجهاز يعني الشكل ديالو ولا زوين ما بيش. هذيك الساعه الخوت نتايا كتمشي تشوف السيرفور ديالك اللي غادي يولي لايت 145، واللي كان مشارجي الفي اي بي غترجع ليه، واللي عنده سيرفور ناقص غيتبدل السيرفور، غيتزادوا فيه شي حوايج بحال الاوسان بحال. المهم التحديث الاخر ضاف اشهر ديال ابولو. وبالنسبه للناس اللي عندهم الفي اي بي كيخدموا لهم شي قنوات يعني في وقت المباريات المباشره، وكاين شي وحدين كيخدموا فيهم يعني كاملين، هذاك اختلاف تيكون في السيريالات في بعض الاجهزه، ماشي كل شيء، غير هو اللي هو قاري وشويه يدخل الموقع ديال ميتا مانجو، يكتب السيريال ديالو، يكتب المشكله الموقع ديال ميتا مانجو، راه يتحل المشكل. كيف ما كتشوفوا الجهاز هذا هو الشكل ديالو الخوت، ولا واحد الشكل زوين. المهم ملي كتكونيكتيه في هاد البلاصه هادي ديال بلاصه لابليكاسيون اكسبونسيون، يعني كتمشي للنيتورك كتكونيكتيه الخوت، هو هذا الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا. هادو هما التطبيقات. وكاين هنا لو بغيتي دير اضافه ديال ديما لايف، راه كتدخل ليها، كدير تضغط على داك الزائد، كتضغط عليها كتعطيك التطبيق ديال ديما لايف والمي تي في، ما هادو كتضغط اوكي اوكي باش تخرجهم من هذا المكان يعني، وكتضغط على الزر الاحمر باش كيخرجوا كيولوا مع التطبيقات. المهم قضيه راه ساهله الخوت، راه لو بغيتي دير تحديث اونلاين راه ساهله. المهم اللي ما عرفش يتواصل معنا في الواتساب، واللي باغي يشارجي الفي اي بي ولا فوريفر ولا فانكوم ولا اي تقنيه من تقنيه ديال بلاصه، احسن ما عليه يتواصل معنا زر الواتساب الهاتف اسفل الفيديو. هادشي اللي كاين الخوت في هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.